وفي بسكرة لم يجد شباب الولاية حلا للهروب من لفحات الحرارة سوى المقاهي، وللمحظوظين من الشباب فرقة العزف على الجيتار التي تقاسم فنها مع أبناء المدينة في المقاهي بوصلات إسبانية وتراثية. مع ارتفاع درجة الحرارة بولاية بسكرة هذه الأيام، هناك من اختار البحر وجهة له، وهناك من بقي يغوص في عمله، إلا أن فرقة علي قندوز للجيتار اختارت أن تعزف أنغامها بإحدى مقاهي ولاية بسكرة لإمتاع الزبائن والزوار والترويح عن النفس. الأجواء هذه الصيفية تعرفوا ظروف المناخ البسكري يعني سخانة الليل مع النهار، حبينا نخلقوا أنه في بسكرة مش يعني في الصيف كاين ناس هكا كيما نقولوا إحنا تروح تصيف، فهمت كيفاه؟ كاين ناس سما لا غالب شغل مقبوض كذا، مليحة سما الواحد كي تلاقاه هكا بالويكاند قال نكسروا الروتين هذا. الطبل على الكرسي وإصدار الأصوات بواسطة الملاحة عوض قلة إمكانية هذه المجموعة الطموحة لتعزف أنغاما قمة في الروحة. من بين المشاريع كاين دي كليب فيهم طابع صحراوي طابع بسكري خاص بولاية بسكرة، ومن بين ثاني المشاريع انه تكون لي كليب تاعنا التصوير في ولاية بسكرة تحديدا باش نروجوا احنا للسياحة في ولاية بسكرة وباش نكونوا سفراء للأغنية الصحراوية. وعلى وقع هذا الإيقاع الإسباني تطمح هذه الفرقة لتوسيع دائرة جمهورها والمضي نحو النجومية.